الشباب التونسي أنتم قمتم بالثورة، أنتم الذين حددتم المشروع، أنتم الذين قدمتم الشهداء والجرحى، عليكم أن تستكملوا هذا المشوار وأن تبنوا تونس بناء مختلفا تماما عن البناء الذي أدى إلى الخراب في السابق. لماذا أدى إلى الخراب؟ لأن النائب في السابق لا يشعر أنه مسؤول أمام ناخبيه، بل يشعر أنه مسؤول أمام الجهة التي رشحته للانتخابات. حان الوقت لقلب الساعة الرملية، حان الوقت لأن يكون النائب مسؤولا أمام المواطنين، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتنظيم انتخابات في المستوى المحلي حتى يراقب الناخب المنتخب في كل آن وحين، وحتى يسائله في كل وقت، ويمكن له أن يسحب منه الثقة. أنتم الذين قمتم بالثورة، أنتم من حقكم أن تكونوا قادة هذه الثورة، أنتم الذين بإمكانكم أن تحققوا الانتقال الحقيقي.